فارس من زمان. الرجل الوحيد اللي رد عن المسلمين ما فعله تيري جونز. تيري جونز أهان القرآن أكثر من مرة. الناس دول تعمدوا إهانة الإسلام وتعمدوا إهانة أعظم كتاب على وجه الأرض، هو الكتاب الوحيد المقدس على وجه الأرض اللي هو القرآن. تعمدوا إهانة القرآن وهم مش قد إن هم يخشوا في صراع، واللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. الشيخ أبو إسلام لم يحتك بأقباط مصر أبدا ومطلقا، لكن هم اللي جابوا لنفسهم. خلوا الشيخ أبو إسلام بفضل الله عز وجل يعمل شو بفضل الله عز وجل في كل جلسة ويجيب فيه عوار كتابهم. أنا مش جاي عشان الشيخ أبو إسلام، أنا جاي عشان الإسلام وعشان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان حبيب القلوب وطب القلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا شايف فيه إن ربنا سخره لينا حتى نكون رفعة لهذه الأمة، وأقول للدعاء انضموا لأبو إسلام لأنه على الحق. إحنا جايين ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنأيد أبو إسلام في كل ما فعله، لأن ليس هناك كتاب اسمه كتاب مقدس، كلها كتب مؤلفة من بعض الأفراد، كما قال لوكا في بداية كتابه: إني أؤلف كما ألف الآخرون. يا موريس يا خسيس، يا موريس يا خسيس، سيدنا النبي مش رخيص، سيدنا النبي مش رخيص.